طلع المشروع نعمل عصفور، هلفنا بيها المشروع نحافظ على المكتب والطبيعة ونحافظ على الطيور. نحن كنا نجي كل يوم زي المدرسي، نحن عملنا الحد على الطيور مع الموش المرادة عروس المعلمة. نحن جمعنا معلومات عن الطيور، اخترنا كل طير وبحثنا عنه، اخترنا كل مجموعة طير هو البومي، فأنا في المزارع وشفتوه لأنه شارك في هذا المشروع معلمين مدرستنا وأولياء الأمور المجلس المحلي، معلمين مدرسة الثانوي، معلمين مدرسة الإعدادية. فائز بهذا المشروع الحميمي لأن رمز السلام وكثير من مساطولة لأن فازت. في منا 318 نوع ترمز للسلام وتحمل غصن الزيتون.